السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة اليوم مخصصة للحديث عن الولوج إلى الجامعة أو الالتحاق بالجامعة بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا على القرعة الأمريكية أو الانترناشنال ستودنت، الأشخاص الذين لديهم اهتمام بالدراسة بالخارج، أخص بالتلك الولايات المتحدة الأمريكية بدون الحصول أو النجاح في القرعة الأمريكية. يمكن أن تلاحظوا بأني أتكلم بعض الشيء بالفصحى فقط لسبب واحد، هو أن الأسئلة التي وردت بخصوص هذا الموضوع، الأشخاص الذين سألوا هم بعض منهم من العالم العربي، والعالم بالعالم العربي لا يفهمون اللهجة المغربية كثيرا، وحتى يحطون كومنتس تحت الفيديو بأنهم مهتمين بالموضوع لكن لا يفهمون اللهجة. لذلك بما أن هذا الموضوع مهم جدا، فضلت أن أستعمل بعض العبارات بالفصحى وأحاول قدر الإمكان أن أكمل الفيديو كله إن شاء الله بالفصحى. هنا الويب سايت كما تشاهدون هو الويب سايت الخاص بالجامعة. بطبيعة الحال به مجموعة من النوافذ، لكن احنا المهم بالنسبة لهذا الفيديو هو الانترناشنال ستودنت. نعمل كليك على الانترناشنال ستودنت، هنا ويلكم، يعني يرحبون بالشخص الذي فتح النافذة. بما انك تبحث بهذا المكان يعني انك انترست، يعني مهتم انك تصبح ستودنت بالجامعة. مجموعة من الليزوبسيون، مجموعة من النوافذ هنا بالجانب الايسر، current students هي بمعنى الطلبة الذين هم الآن ملتحقون بالمؤسسة ويدرسون بهذه الجامعة الآن. area of study معناها مجالات الدراسة، يعني رح نجد فيها إن شاء الله البروغرامات. cost of education، cost of education معناه مصاريف الدراسة. scholarship المنح. apply now، هنا من نعمل كليك على هذه النافذة يمكن التسجيل مباشرة في الجامعة. life at WSU يحدثوك إجمالا عن العيش وطريقة العيش والجو بالكامبوس وبالجامعة، حتى بالهاوسين، يعني هما موجود مساكن خاصة أو بيوت خاصة بالطلبة، ويحبذون فكرة أن الشخص يسكن بالبيوت الخاصة بالجامعة على أن يسكن في مكان رينت، يعني يؤجر مكان ويسكن بعيد عن الجامعة، لأنهم يعتبرون طلبة خارج، جاءوا من خارج البلاد، يريدونهم أن يندمجوا في الحياة الطلابية وحياة الأمريكان أون جنرال. ستاف، هنا تجدون الأشخاص الذين يشتغلون بهذا الديبارتمنت اللي هو انترناشونال ستودنت، الخاص بالطلبة القادمين من الخارج. الخارج هو أي مكان بعيد عن خارج عن الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع. ماذا سنبدأ؟ نروح الـ area of study. area of study هنا المجالات التي يمكن للشخص أن يختار منها تخصصا. نروح الـ programs. programات هنا متعددة ومختلفة، وكما تلاحظون فقط في تخصص واحد يوجد العديد من التخصصات. في تخصص يوجد تخصصات، يعني نحن متعودون على مثلا في النيرسين متعودون على 4 5 6 10 تخصصات، هنا تخصصات بلا عدد. يعني الممرضة لديهم عدة أنواع من الممرضات، ولا أقول ممرضات، ليس
التمريض اون جنرال، لان سوف تلاحظون ان شاء الله اذا جئتم الى الولايات المتحده الامريكيه بان تقريبا اكثر من 80% في مجال التمريض هم نساء، يعني النساء او يحبون هذا المجال، مجال التمريض، والرجال اون جنرال يحبون البيزنس. المهم هذه ملاحظه قوس نغلقه. anyway المهم بعدما نختار البروجرام، الشيء الذي يهم اغلبكم هو ثمن او الكوست اوف ايديوكيشن او مصاريف الدراسه. هنا المصاريف تقريبا تتراوح ما بين 18,000 دولار و 23,000 دولار، الفرق شاسع. ساشرح لكم كيف صارت 23,000 دولار 18,000 دولار. هنا نتحدث عن estimated yearly cost of fall and spring semester. estimated يعني تقدير لماذا للسنة الدراسية 2013-2014. fall and spring، fall and spring دورتين فقط، يعني هنا يدرسون كل الدورات، يدرسون بالفول بالسبرين وبالصيف، لكن هنا فقط بالنسبة للانترناشنال ستودنت يحبدون لو يدرس الشخص فقط دورتين بحكم انه يكون البلد مختلف، اللهجة مختلفة، يريدون الطالب ان يكون مرتاحا، ياخذ قسط من الراحة في الصيف، وحتى يكون عنده فرصة انه يشتغل، يروح للشغل، لان الشغل حاجة اخرى سوف نتحدث عنها، لان لا يستطيع شخص ان يدرس ويشتغل كشخص عادي، لان الاشخاص العاديين يشتغلون على الاقل 80 40 ساعه بالاسبوع، لكن للطلبه فقط 20 ساعه بالاسبوع، ما يسمى بالبارت تايم. حتى لو كان باستطاعتك الاشتغال، يعني تشتغل بالليل وتدرس بالصباح، لكن هم يرفضون ذلك رفضا كليا، وينطلقون من وجهة نظر أن الطالب يجب أن يستريح. يعني هم يهتمون بمردودك الدراسي ويهتمون بصحتك كذلك. على أين تويشن أنت في مصاريف داخل بها الكتب، داخل بها الأشياء كثيرة، داخل بها حتى الكلاسات، 8 كلاسات، لان الكلاس يجب تدفع ثمن الكلاس. وهنا فول تايم، يعني تدريس فول تايم. اون كامبوس هاوسين، يعني السكن، يفضلون، لست مجبر، في بعض الاحيان لست مجبر لتكون للسكن معهم، لكن على الاقل فيرست سمستر الى الفيرست يير يفضلون ان تسكن بالحي الجامعي، كي تتأقلم مع الجو الجامعي، جو أمريكا، جو الأصدقاء من مختلف العالم، لأن انترناشنال، سوف بمعنى انترناشنال سوف يأتون طلبة من جميع أنحاء العالم، يعني ليسوا أمريكان. تكنولوجي في كمبيوتر، هم يفرضون حتى الشخص أن يكون له كمبيوتر لابتوب، لأن غالبية الكلاسات هنا يكون لهم اتجاهين، اتجاه في الفصل واونلاين، ليس اونلاين كلاس، لكن حتى لو كنت في الفصل في القسم الاستاذ يعطي هوم وورك او واجبات مدرسيه على اونلاين، يعني تروح للبيت وتشتغل اونلاين بالكمبيوتر وتبعث الهوم وورك او الواجب المدرسي اونلاين، والاستاذ يصحح اونلاين، يعني الشغل كله اونلاين، الشغل كله بالكمبيوتر. عندك انشورنس، في انشورنس في لا سمح الله الشخص يمرض يصاب داخل الجامعة، يجب ان يكون كافرد، يجب ان يكون لديه تأمين. توتال في يعطينا المجموع 23,000 دولار 716.66 سنت. ما هو 5,500 دولار؟ هذا مهم جدا، هذا يسمى cross cultural scholarship، بمعنى انه مثلا اعطي مثال بالطالب المغربي، الطالب المغربي ياتي الى هنا يدرس بالجامعه، قبل بالجامعه، اذا تكلمنا عن الثمن او المصروف العادي فهو 23,000 دولار، لكن
إذا هذا الطالب وافق أن يشارك في مجموعة من الايفنت، cultural event، يعني مثلا يروح للهاي سكول أو الثانوية بالمغرب، يروح للهاي سكول هنا بأمريكا يعطي دروس للتلاميذ، يشرح لهم عن الثقافة المغربية، يشرح لهم عن البوليتيك يعني السياسة بالمغرب، يعني هناك ملكية، هناك كذا، هناك كذا، يعني تشرح لهم شوية عن الثقافة مثلا بالمغرب، تعطيهم أفكار عن الثقافة بالمغرب، تشارك بإيفنت مثلا مساعدات، يكون مثلا فالنتير هنا، متطوعين في مجموعة من الأشياء، تكون أنت كذلك متطوع، يعني تشارك في الحياة الثقافية، الحياة بأمريكا. هذا يخول لك تخفيض هنا بالنسبة لهذه المؤسسة أو لهذه الجامعة، تخفيض حدود 5500 ألف دولار، وهي تقريبا شيء جيد جدا جدا جدا، بحيث يصبح التوتال أو المجموع هو 18216 ألف دولار. سأتكلم قليلا عن الكوست. هم يفرضون على الشخص قبل الولوج إلى الجامعة أن يحضر أوراق تثبت بأنه سوف يستطيع أن يدفع مصاريف الدراسة. هنا نتحدث عن البنك ستيتمنت، أو ورقة تأتي من البنك بأن لك على ما أظن أو كما أذكر، وسوف نبحث عنها، على الأقل 18 ألف دولار في الأكاونت في البنك، يعني يمكن لوالدك، أصدقائك، بطبيعة الحال لن تجد أصدقاء يضمنوك ب 18 ألف دولار. عائلتك، إخوانك، يمكن أن تأخذ 3 أكاونتات، مثلا واحد بالولايات المتحدة، مثلا لديك أخ بالولايات المتحدة الأمريكية، مثلا والدك بالمغرب، أخوك بالمغرب، مثلا الثلاثة بهم يعملوا لك توكيل، أكاونت واحد، يعني كل واحد منهم يدفع قدر لحد ما يوصل 18 ألف دولار. هذا مقبول، ليس بالضرورة أن يكون شخص واحد هو الكفيل، ويكتب رسالة فيها بأن أنا فلان بن فلان، والد أو أخو الطالب الفلاني، أتعهد بتحمل مصاريف دراسة هذا الطالب في المؤسسة كذا 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 كذا، بطبيعة الحال باللغة الإنجليزية. كانت ستكون سهلة باللغة العربية، لكن هناك يعطوا أمثلة كثيرة، تكتب بالجوجل، في الجوجل أي شيء يعطيك أمثلة، وإن لم تجدوا أمثلة فقط بعثوا كومنت أو خلوا كومنت تحت الفيديو إن شاء الله، ونحاول نكتب example ويكون أسهل لكم أنكم فقط تحطوا الأسماء ويكون أسهل. anyway، هنا cost of education scholarship. scholarship يكون دعم. الدعم هنا أهم واحد شفته أو لفت الانتباهي هو هذا. المشكل الوحيد في هذه المنحة الدراسية هي أنها تطلب يعني هو presidential honor، يعني honor يعني شخص يدرس متميز، يدرس بجدية، لديه نقاط عالية في التوفل، هنا أساس في التوفل يعني في اللغة الإنجليزية. بطبيعة الحال قبل كل شيء، التوفل بجامعة وينونا يطلبون 68 درجة، 68 نقطة في التوفل عن طريق الإنترنت. يعني إذا رحت لأي مدرسة تعليم الإنجليزية، وعلى ما أذكر كانت واحدة بالرباط أو بالدار البيضاء على حسب ما أتذكر، الآن موجودة بمراكش كذلك، تسأل عن توفل، امتحان اجتياز توفل الذي هو امتحان اللغة الإنجليزية، وتسأل عن إمكانيات اجتيازه، طريقة اجتيازه موجودة بيبر بالأوراق، كمبيوتر والإنترنت. هم هنا بجامعة وينونا يطلبون توفل عن طريق الإنترنت، ليس عن طريق الإنترنت بس، درجة عن طريق الإنترنت، يعني
68 بالانترنت. يعني لازم تشوف الاكيفالنس ديالها او مقابلها بالكمبيوتر او بيبر. انت مثلا تريد ان تجتاز الطفل بالبيبر بالاوراق يعني كتابيا، يجب ان تعادل 68 بالانترنت للبيبر. يعني تسال الاستاذ، تسال الموجه هناك ما هو المقابل ل 68 بالانترنت في الكتابي. اوكي، هنا اذا حصلت على 113 وهي شيء كثير جدا 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 في الطفل، يعطوك ريورد، يعني المصاريف التي تدفعها لاخذ الطفل واشياء كهذه يعطوك، يرجعون لك المبلغ المالي. لكن في جميع الاحوال بالنسبه يعني في نظري صعب جدا الوصول الى هذا الرقم. لكن إن كان الشخص متمكن من الإنجليزية بشكل مميز وبشكل جيد، يحاول اجتياز التوفل وأخذ هذه العلامات وبعثها للجامعة. anyway نمر. هنا اخترت كل شيء، عرفت مين راح يتكلف بالمصاريف. هنا هذه النافذة بخصوص التسجيل، هنا موجودة application online و forms، يعني وثائق لازم تكملها. هنا application online، تعمل start application أو تعمل login. بطبيعة الحال لازم يكون عندك account، يعني تكون منخرط معهم. start application، تبدأ الابليكيشن، تملأها. هنا يقول بان الابلكيشن بعد 30 دقيقه، يعني هي لا تصل 30 دقيقه في ملئها، بعد 30 دقيقه تغلق. اوكي، هذه شيء مهم جدا. ان شاء الله الاشخاص اللي مهتمين بدراسه باحدى الجامعات، هذا فقط مثال تقريبي، مثال كيف الانترناشنال ستودنت ممكن انه يتسجل. اتمنى ان يكون هذا الفيديو واضح جدا ويكون مفيد، يكون جاء في صميم الموضوع. اخر شيء هو نحب الاشخاص اللي يحبوا يكونتاكتوا او يتصلوا بالجامعه، هذه الارقام والإيميلات، دايركتور، أسيستنت دايركتور، إنترناشنال أدميشن كوردينيتور، الناس اللي عندهم على إسبانيا، هاد الأخت تتكلم بالإسبانية، اللي يتكلموا بالعربية، هاد الأخت تتكلم بالعربية، يعني فارس، بن فارس، لا أعرف الجنسية بتاعت البنت، لكن هي تتكلم اللغة العربية. يعني بما أن إنترناشنال فهم يأخذون أشخاص من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، كي يكون التواصل مع الطلبة سهل. إذا أي سؤال يمكن بعثه لهذه الأشخاص ويعطوكم الوثائق الضرورية. في حالة بطبيعة الحال اختيار وينونا ستيت يونيفرسيتي لتكون الجامعة التي سوف تدرسون فيها إن شاء الله، إن شاء الله يكون فيديو مهم، يكون واضح جدا. سامحوني لأن بعض الأحيان لا أتكلم ولا الفصحى ولا الدارجة، لكن حاولت قدر الإمكان تقريبكم من الموضوع. أشكركم جزيل الشكر على تتبع هذا الفيديو. إذا كان هناك أي استفسار لا تخجلوا، بعثوا بالكومنت، بعثوا بالمسج، وسوف أجيب إن شاء الله في وقت لاحق إن شاء الله. مع السلامة.